الذين لهم الأثر الكبير أيضا في تقديم هذه المنافسة المتميزة هنا في تحفة ميادين السباقات مع انطلاق أول التحديات وأول الختاميات. ختام مميز يرسم أيضا ما هو قادم لهذه الرياضة العربية الأصيلة من جديد ومن إثارة ستحملها كل المنافسة في انطلاقات رياضتنا العربية الأصيلة. نستعد لانطلاق اللحظات الثانية، وأيضا هنا أربعة أشواط ستكون حاضرة، ولكن مع سن الإذاع لمسافة الستة كيلومترات. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أول الأشواط في هذه الفئة، فئة الإذاعة والتي تحمل هذه المنافسة والتحديات أيضا في مرحلة جديدة، مرحلة أخرى أيضا من هذه المنافسة في انطلاقات هذه الرياضة العربية الأصيلة. على بركة الله أعطيت الإشارة بالانطلاق في هذا المسار 6 كيلومترات، هي المسافة الرسمية المعتمدة لهذه التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان. انطلق الجميع والبحث عن الناموس في رحلاته المتكررة هنا في هذا المسار وفي هذا الصباح يوم الختام يوم التحديات. نذهب إلى مقدمة الشوط نتابع التي تقود الصدارة وهي وداع حمد بن سالم بن سعيد الحجري على المركز الأول، بينما في المركز الثاني تأتينا تعبير مسلم بن عبيد بالعرطي الحميري في هذه الانطلاقة ما شاء الله بالشعار الجميل الذي يحمل الإثارة والتميز. المركز الثالث إلى الغزيلة راشد بن سعيد بن محمد المهيري مع هذه الانطلاقة، وهنا المركز الرابع أذهب إلى مياسة في رابع المراكز راشد سالم بن راشد بن ناصر الدرعي في المنافسة الأولى من خلال أول نداءاتنا. بدأ الجميع يتقدم، نتابع المركز الخامس وانطلاق شواهين سيف بن عبيد بن حميد بن عابد المهيري، بينما على المركز السادس تأتينا مرموقة حمد محمد بالدبي العفاري، هناك على المركز السابع دخول من انطلاق التوافيج سليم بن مسلم بن قنزول العامري. ما شاء الله في هذه الأسماء التي تحمل هذه القوة والتحديات في انطلاقات هذه الرياضة العربية الأصيل. أذهب إلى المركز الثامن ونوف فايل بن حمد بن علي العويسي، بينما على المركز التاسع هي الوثبة مبارك بن سالم بن مبارك الشامسي، والمركز العاشر آخر نداءاتنا في هذه الانطلاقات والتحديات هي الجنوبية عبد الله بن سلطان بن سعيد الغفيلي. هذه المراكز، هذا هو النداء، هذه التحديات، هذه الانطلاقات. الإذاعة أحسن الإبداع في منافسات الستة كيلومترات. إلى المقدمة نعود، إلى من جاءت أيضا هنا في انطلاقة المركز الأول وانطلاق التحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان. مياس 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 سالم بن راشد بن ناصر الدرعي التي تقود المقدمة، أتوقع أنها من انطلاقة الإثارة والتحديات والمسار المميز الذي يحمل. الغزيلة هنا في هذه اللحظات في المركز الثاني راشد بن سعيد بن محمد بن مروشد المهيري، هنا المركز الثالث أعود إلى المركز الثالث وأتابع من كانت تقود القمة والبداية وداع حمد بن سالم بن سعيد الحجري، بينما على المركز الرابع دخول من تعبير مسلم بن عبيد بالعرطي الحميري. السلام يا سلام يا ابو عبيد روح الله وياك. هناك المركز الخامس بن قنزول مع هذا الشعار دائما في كل المشاركات توافيج سليم بن مسلم بن قنزول العامري. الله 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 اتقدم الى المركز السادس وايضا اسير مع نوف فايل بن حمد بن علي العويسي. هناك على المركز السابع عوده الى فتون محمد بن سالم بن محمد
بالضبيعة، والمركز الثامن العقرب حمد بن ثعيب بن يمعة العري الدهماني، وعلى المركز التاسع في هذه اللحظات عودة إلى الجنوبية عبد الله بن سلطان بن سعيد الغفيلي، والمركز العاشر هي مرموقة حمد محمد بن سعيد بالدبي العفاري. هذه الانطلاقات، هنا التحديات، هنا المسار الذي يحمل هذه الأسماء. انتظروا الكيلومتر الأخير، انتظروا لوحة الإعلان عند 1200 حيث ستسير هذه الانطلاقات بكل تحدياتها ومسارها المميز في كل الانطلاقات. منافسة ثنائية، الكادر العلوي يحمل أول الأسماء، يسير مع هذا الهدوء، هدوء الأعصاب في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات. الدرعي، وهناك المهيري، ما شاء الله منافسة ثنائية تحمل هذه الأسماء، تحمل هذه التحديات في الانطلاقات وفي المسار. مياس، مياس في المركز الأول تنافس، تبقى على الصدارة، لا تغير، لا تبدل، لا ترضى إلا بالمركز الأول في هذه اللحظة وفي هذه التحديات من خلال وجود هذه الأسماء الجميلة المميزة. سالم بن راشد بن ناصر الدرعي، وهناك على المركز الثاني الغزيل راشد بن سعيد بن محمد المهيري، بينما على المركز الثالث، المركز الثالث تقدم يحمل هذه القادمة هي العقرب حمد بن تعيب بن يمعة العري الدهماني. وهنا على المركز الرابع في مسارنا في انطلاقتنا هي الشاهيني محمد بن محسن بن حمد العجمي في هذه اللحظات. وعلى المركز السادس تدخل قادم من وجود نهب خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام يا سلام، اسم جديد ياتينا، هي الشايبة راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري. ما شاء الله وصلوا للمنافسة، تقدموا للتحديات، جاءوا قادمين بكل الإثارة في هذه اللحظة إلى المركز الأول مباشرة، إلى القيادة، إلى الشايبة التي قادت هذه اللحظة في الصدارة وفي التواجد على القمة، راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري. ما شاء الله، هنا نقترب من لحظات الإعلان ونقترب أيضا من التقدم في هذه اللحظة. بدأت شعارات تظهر في كوكبة المقدمة، تنضم إلى الصدارة، تأتي مع هذه اللحظات، تسير بكل قوة إلى المقدمة، والشايبة، الشايبة في صدارتها، في انطلاقها، في الاندفاع. هنا من خلال وجودها على المركز الأول راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري، وهناك أيضا على المركز الثاني العجمي قادم الشاهيني محمد بن محسن بن حمد العجمي على المركز الثاني. على الجانب الآخر المنافس العقرب، حاذر من العقرب في هذه اللحظة حمد بن تعيب بن يمعة الدهماني. وفي المركز الرابع هنا وجود أيضا هذه القادمة الأسماء الجديدة، كفاح، كفاح سالم بن علي بن خميس العويسي. ما شاء الله، الكفاح في لحظات الختام والكيلومتر الأخير يعلن التواجد في هذه اللحظة. ما شاء الله، كوكبة تحمل ثمانية من هذه الانطلاقات، تقدم يلي تبحث عن الفوز والانتصار. الله 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 الله، تغييرات المقدمة الجنوبية، الجنوبية عبد الله بن سلطان بن سعيد الغفيلي في المقدمة، ولكن ولكن هي الشاهينية محمد بن محسن بن حمد العجمي، منافسة قوية قادمة من خلال الانطلاقات من المملكة. ما شاء الله، من التحديات على المركز الأول لا تزال هناك المقدمة من خلال هذه الجنوبية. يا سلام، السلطنة أيضا قادمون، دائما قادمون بكل قوة من خلال المنافسة. الغفيلي، يا سلام عليك عبد الله بن سلطان بن سعيد الغفيلي، احذر احذر من القادمة. والشاهيني محمد بن محسن بن حمد العجمي على المركز الثاني من خلال هذه الأسماء، ثنائية على المقدمة والصدارة، الصمود 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 على مقدمة الشوط الجنوبية. الجنوبية أم هناك أيضا الشاهينية؟ الجنوبية ولا الشاهينية؟ الجنوبية ولا الشاهينية؟ شواهين محمد بن غدير بن عبيد الاشتبي، ولكن أهالي السلطنة نقول سلام، سلام للسلطنة، سلام، سلام للانطلاق، سلام، سلام وتحية هنا مع الجنوبية، مع أول التحديات في هذه الفئة، فئة المهجنات. هنا وجود أيضا عبد الله بن سلطان
بن سعيد الغفيلي. المركز الثاني شواهين محمد بن غدير بن عبيد الاجتبي. المركز الثالث وجود ايضا شاهيني محمد بن محسن بن حمد العجمي. والمركز الرابع هي كفاح سالم بن علي بن خميس العويسي. والمركز الخامس دوشي سلمان بن فلاج بن ناصر المغيري العتيبي. هنا نعود اذا مع الجنوبيه 9 دقائق 19 ثانية وجزء واحد من الثانيه من خلال الانطلاقات والتحديات. تهانينا والناموس في هذه المنافسه المميز عبد الله بن سلطان بن سعيد الغفيلي. ما شاء الله المركز الثاني كانت شواهين محمد بن غدير بن عبيد اللي اشتبي 9 دقائق 19 ثانية 5 من الأجزاء من الثواني. والمركز الثالث طارت ايضا الانطلاقات الشاهيني محمد بن محسن بن حمد العجمي. وهناك ايضا كانت المنافسة 9 دقائق 20 ثانية 7 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس.